السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص لشخصيات أبدعت في مجال الرياضيات وقضت عمرها كله في تطوير هذا العلم، وبناء على كده مش معروفة في وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو يوتيوب أو حتى تويتر أو أيا كانت وسيلة التواصل الاجتماعي. وعشان كده أنا وفريق العمل قررنا هنعمل بلاي ليست، وهنسمي البلاي ليست دي Stories of Characters Created by Mathematics، قصص شخصيات أبدعت الرياضيات، وده بغرض اللي احنا هنلقي الضوء على علماء العرب من زمان لحد دلوقتي وعلماء الغرب من زمان لحد دلوقتي اللي أسهموا في تطوير علم الرياضيات، وده بدون أي تحيز سواء لعلماء العرب أو لعلماء الغرب. أتمنى إن البلاي ليست دي تقدر تلقي هذا الضوء لكل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.